كانت التجارة البحرية من الهند عبر الخليج والبحر الأحمر بيد العرب منذ ظهور الإسلام وحتى وصول البرتغاليين في القرن السادس عشر، وكان البحارة البارزون في ذلك العصر من أبناء عمان وإمارات الساحل. وبعد اكتشاف فاسكو دي جاما الطريق البحري إلى الهند عام 1498، أصبح البرتغاليون أوائل الشعوب الأوروبية في الدخول إلى المحيط الهندي والخليج العربي. لقد شهدت العقود الأولى من القرن السادس عشر تأسيس الإمبراطورية البرتغالية في آسيا الساحلية، استادو دي إنديا، وأزال البرتغاليون السيادة العربية على التجارة واحتكروا تجارة المحيط الهندي وخاصة تجارة التوابل بإلزام التجار المحليين على شراء تصاريح المرور البحرية كارتاز ودفع الرسوم الجمركية. تمكن البرتغاليون منذ عام 1507 من السيطرة على موانئ ومدن تجارية هامة في الخليج العربي، وعرقلت تجارة عمان البحرية، ومن هذه الموانئ جلفار وخرفكان ودبا في دولة الإمارات العربية الحديثة، وموانئ خصب وقلهات وصول وقريات ومسقط ومطرح والسيب وصحار وليما في عمان. كان ميناء خرفكان المزدهر آخر اكتشافات الحاكم البرتغالي ألفونسو دي ألبوكيرك في ساحل عمان، وفي عام 1515 استولى على هرمز ذات السيطرة على بوابة الخليج العربي البحرية وكانت أهم المراكز التجارية. وفي عام 1521 تمكن البرتغاليون من قصف المنامة في البحرين وسيطروا عليها لسنين عديدة. لقد تحولت تجارة الشرق من أيدي العرب الذين كانوا شعوبا بحرية لعدة قرون إلى أيدي البرتغاليين، فكان التحول بداية الانهيار الاقتصادي في منطقة الخليج، وترك التجار العرب المحليون الساحل وانتقلوا مؤقتا إلى المناطق النائية الداخلية، ما أدى إلى انحطاط العديد من مدن عمان التجارية وسائر الخليج العربي. استمرت سيادة البرتغاليين في الخليج زهاء قرن ونصف رغم تعرضها لبعض التحديات، ولكن في القرن السابع عشر كان هناك مقاومة مستمرة لبقائهم في الخليج العربي. لقد كان الاستيلاء على هرمز عام 1622 بعملية أنجلو فارسية مشتركة بمثابة هزيمة رمزية للإمبراطورية البرتغالية استادو دي إنديا. أما مسقط وعمان فقد تخلصتا في النهاية من قبضة البرتغال نتيجة القوة التي برزت مع نشأة السلالة العربية الجديدة وظهورها في القرن السابع عشر سلالة اليعاربة. تلقي الروايات المفصلة في السجلات والإرساليات البرتغالية الضوء على الشؤون العربية المحلية المعاصرة، وتضم معلومات هامة عن الأماكن والأشخاص والأحداث التي تتعلق بالإمارات التي أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة حديثاً.